أهلا بكم في محاضرات موديول اندوكراين اند ريبرودكتيف سيستم. معاكم الدكتور سعيد عرابي، وهنتكلم النهارده عن المحاضرة رقم 10 في الموديول تحت عنوان Chemistry and Synthesis of Thyroid Hormone. والمحاضرة النهارده قبل ما اتكلم فيها أحب أقول إن أنا بتكلم على إزاي الثيرويد هرمون بيتكون، الكيميكال بيتكون إزاي. ببساطة شديدة جدا ملخص في دقيقة واحدة المحاضرة دي كلها، إن الثيرويد هرمون عبارة عن تيروزين أمينو أسيد بضيف له أيودين، تيروزين أمينو أسيد بضيف له أيودين. التيروزين ده موجود فين؟ موجود في كل البروتينات، في تيروزين، بس في الثيرويد هرمون برضه زي اي بروتين بتحتوي على حاجه اسمها ثيروجلوبولين، ده بروتين. الثيرويد هرمون دون الاورجانز بتاعت الجسم كله عندها قدره على استخلاص الايودين من الدم وتاخده وتضيفه على التيروزين اللي موجود في البروتين عشان تعمل التي 3 والتي 4. يبقى ده اللي انا قلته، ده ملخص المحاضره كلها، ان انا عندي تيروزين امينو اسيد موجود في بروتين اسمه ثيروجلوبولين، الثيرويد جلاند عندها قدره على استخلاص الايودين من الدم، تاخد الايودين ده هو تضيفه على تيروزين، يتكون عندي التي 3 والتي 4. دي المحاضره بتاعت النهارده. طيب نقولها بالتفصيل بقى، عشان اتكلم على الايودين يبقى لازم اقول الميتابوليزم بتاع الايودين، اتكلم على ايه اللي بيأثر على الثيرويد جلاند الهايبوثالاموس اند بيتويتري جلاند، بنتكلم على ازاي الثيرويد جلاند بتصنع الثيرويد هرمونز، وبنتكلم في الاخر على ان انا اعمل انتربريتيشن او تقييم، وانا عندي تحليل في ثيرويد فانكشن تيست اللي هي تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، ازاي اقرا التحليل ده وازاي اقيم البارامترز اللي هي موجوده. دي الاوبجكتيف بتاعت المحاضره دي. طيب اول حاجه هنقول الايودين ميتابوليزم، بنقول لو عندي راجل هيعيش 70 سنه كل احتياجاته من الايودين على مدار ال 70 سنه ديت عباره عن 5 جرام ايودين، كميه قليله جدا، 5 جرام ايودين في حياته كلها، في طول حياته كلها هتكفي الراجل ده من الايودين. الهيلثي ادلت بودي اجسامنا احنا كبالغين بتحتوي على من 15 ل 20 مللي جرام اوف ايودين، 80% منهم موجودين في الثايرويد جلاند، من 15 ل 20 مللي جرام دول 80% موجودين في الثايرويد جلاند. انا باخد قد ايه في اليوم ايودين؟ باخد كميه اقل طبعا من دي كتير قوي، 500 مايكرو جرام. خلي بالكم هنا مللي جرام، هنا مايكرو جرام، المللي جرام 1000 مايكرو جرام. يبقى انا يوميا بحصل من مصادر اللي انا هقولها دلوقتي على 500 مايكرو جرام، بحتاج منهم قد ايه؟ بحتاج منهم 150 مايكرو جرام، يبقى الديلي فيسيولوجيكال ريكويرمنت 150 مايكرو جرام. الكمية دي بتزيد شوية مع الحمل بريجنسي والرضاعة اللاكتيشن، وبتوصل ممكن بقى 150 توصل ل 200، وطبعا في فترة الطفولة النيونيتال بيريود بتقل ل 40 مللي جرام. نورمالي اباوت 120 مايكرو جرام، انا بقول انا بحتاج ل 150 مايكرو جرام بير دي، 120 مايكرو جرام اوف ايدين ار تيكن باي ثايرويد جلاند عشان نصنع الثايرويد هرمون. يبقى دي القصه بتاعت الايودين وكميه الايودين اللي انا احتاجها. الايودين عموما بيحصل له ابزوربشن من السمول انتستين، بيبقى ترانسبورتد وشابك لوزلي مع بلازما بروتينز هنتكلم عليها هي انواعها. الايودين ابزوربشن ممكن يحصل ايضا من خلال السكين واللانجز. 80% اوف بودي ايودين زي ما اتفقنا موجودين في الثايرويد جلاند.
ايه هي مصادر الايودين؟ مصادر الايودين هي الخضروات، وخصوصا بنسميها بنقول vegetables grown on iodine rich soil. لما يكون في تربة غنية بالايودين يبقى دي احسن، ناخد الفيجيتابلز اللي طالعة او مزروعة في التربة دي تبقى مصدر كويس للايودين. ايضا من المية اللي هي احيانا المية اللي احنا بنشربها مزودها ببعض المواد زي الفلورين عشان الاسنان او الايودين، وايضا بعض الملح الطعام نفسه الشركات بتضيف له عليه اي ايودين، بيبقى ايودايد على اساس ان هي يعوض الناس اللي هي ما بتاخدش ايودين من مصادره، ممكن تعوضه عن طريق اضافته الملح الطعام. قلنا تاني الاورجانز والايودين ميتابوليزم مينلي اللي هي الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند هي الاورجان اللي بيتعامل مع الايودين وبياخد الايودين ده، بقول قلت في اول كلمه الايودين ده هي الثايرويد جلاند عندها قطع استخلاص ايودين من الدم، وبتروح للبروتين اللي موجود داخل الثايرويد جلاند اللي هو في حاجه اسمها كولويد اسمه ثايروجلوبولين اللي فيه تيروزين، يضيف الايودين على تيروزين عشان يعمل التي 3 والتي 4. طيب في علاقه وثيقه ما بين الثايرويد جلاند اللي بتطلع لي التي 3 والتي اس تي 3 وتي 4 اللي هي الهرمونز بتاعت الثايرويد جلاند بالبيتويتري جلاند وبالهايبوثالامس. بنلاقي ان البيتويتري جلاند بتعمل كنترول، دي اللي هي بنسميها التروبيك هرمون، بتطلع هرمونز اسمه تي اس اتش اللي بيعمل ستيموليشن للثايرويد جلاند عشان يطلع التي 3 والتي 4، وبعدين طبعا تي 3 والتي 4 بيروح للتارجت تيشو بتاعتهم ويشتغلوا. التي 3 والتي 4 لما يزيد يعمل فيدباك انهبيشن للبيتويتري جلاند عشان يطلع التي اس اتش. ايضا الهايبوثالامس بتطلع هرمون اسمه ثايروتروبين ريليزنج هرمون، ثايروتروبين ريليزنج هرمون تي ار اتش، دي بتعمل دي تروبيك هرمون بتعمل ستيميليشن للبيتويتري عشان تطلع ستيميليشن تطلع تي اس اتش اللي هتعمل ستيميليشن للثايرويد تطلع تي 3 والتي 4. ايضا تي 3 والتي 4 لما يزيدوا يعملوا فيدباك سواء للبيتويتري او سواء للهايبوثالامس. يبقى دي الهرمونز هنا والكنترول، مش بتطلع عمال على بطال تي 3 وتي 4 وتروح للتارجت تيشوز، لا كنترول كميتها معقوله اوكي هتشتغل، لو زادت الكميه خلاص انا مش عايز مزيد من انتاج التي 3 وتي 4، ترجع تعمل انهبيشن للبيتويتري ما تطلعش الاي اس اتش، وتعمل انهبيشن للهايبوثالامس ما تطلعش التي ار اتش. دي العلاقه ما بين الثايرويد والهايبوثالامس اند بيتويتري جلاند. طيب السنس بقى بتاع ثايرويد هرمونز قلنا بيتم في ثايرويد جلاند، والثايرويد جلاند ده هي بتحتوي على فوليكلز، كل ثايرويد جلاند بتحتوي على الفوليكلز. الفوليكلز دي اللي قصادي ده هي عباره عن ثايرويد فوليكل بتبقى لاين بابيثيليال سيلز، وجواها بتبقى فيه كولويد، الكولويد ده فيه بروتين اسمه ثايروجلوبولين اسمه ثايروجلوبين. يبقى اذا الفوليكل ده هي مليانه ببروتين من جوه اسمه ثايروجلوبين او التي جي. الثايروجلوبين ده عباره عن جلايكوبروتين 10% منه كربوهيدرات، ماشي. الثايروجلوبين ده بقول عباره عن بروتين يبقى فيه كل انواع الامينو اسيد، تقريبا كل ثايروجلوبين اللي هو بيبقى فيه حوالي من 100 ل 120 تيروزين ريزيديو، 100 to 120 تيروزين ريزيديو. 20 واحد بس من 100 دول تيروزين، 20 مولوكيول من التيروزين دول بياخدوا ايودين بنسميها ايودينيشن، ايودينيشن يعني تاخد ايودين وتتحول الى تي 3 وتي 4 بحاجه اسمها ثايروبوكسيديز انزيم هنعرفها دلوقتي. يبقى اذا تاني مهم ده هو ان الثايرويد جلاند تحتوي على ثايرويد فوليكلز، دي الايند بوان لاير كده من الابيثيليال سيلز، وجواها بتحتوي على كولويد اسمه ثايروجلوبين. ايه ثايروجلوبين ده؟ ثايروجلوبين ده عباره عن جلايكوبروتين كربوهيدرات وبروتين 10% كربوهيدرات. الثايروجلوبين ده هو فيه كل انواع الامينو اسيد من ضمنها 100 ل 120 تيروزين ريزيديو،
بيحصل لهم ايدونيشن، يضاف لهم ايدين عشان يكون T3 T4. ما ننساش دايما ان T3 T4 عبارة عن تيروزين زائد ايودين. الثيرويد جلاند ده هي ده عندها قدرة على استخلاص الايودين من البلاد زي ما احنا هنشوف كمان شوية. الخطوات بتاعت الثيرويد هرمون سينثيسيس ايه هي؟ اول حاجة ان الايودين ماشي في البلاد يتاخد بالثيرويد جلاند، بسميها ايودايد ابتيك باي ثيرويد جلاند. بعد كده في داخل الثيرويد سيلز يحصل له اوكسيديشن، وبعد كده اضيف الاوكسيدايز ايودين ده الى التيروزين يبقى اسمها ايودينيشن اوف تيروزين ضفت. وبعدين بعد كده هوت التيروزين المضاف للايودين ده هوت بطريقه او باخرى هيتجمع مع بعض، بنسميها كابلنج وهتشوفها بالتفصيل دلوقتي، اوف تيروزين عشان يكون لي تي 3 وتي 4. يبقى انا كونت التي 3 وتي 4 دلوقتي جوه ثيرويد سيل. وبعدين بعد كده هوت يا اما يتحول داخل ثيرويد سيل يا اما يحصل له ريليز للبلاد، يبقى ستورج اند ريليز اوف بلاد. يبقى خمس خطوات: ابتيك، اوكسيديشن، ايودينيشن، كابلنج اوف تيروزين، اند ستورج هيدروليسيس اند ريليز. اول خطوه اللي هي ايودين ابتيك. خلينا هنا هوت ادي الخلية بتاعت الثيرويد سيل، وانا هنا هوت في البلاد على سبيل المثال اكسترا سيلور سبيس، الايودايد بيوصل هنا هوت نيجاتيفلي تشارجد، بيبقى ابتيكن باي عن طريق الترانسبورتر اسمه سيمبورتر، يتحد معاه هنا هوت او السيمبورتر ده هوت او يساعد على الايودايد ان هو يخش، بس ده اجينست كونسنتريشن جريدينت. يعني ايه اجينست كونسنتريشن جريدينت؟ يعني تركيزه من هنا هوت بيبقى اكتر من بره، فعشان كده لازم ايه يبقى فيه كونسنتريشن جريدينت. ده بيساعده بيحتاج انرجي بياخدها من الصوديوم بوتاسيوم، صوديوم بوتاسيوم بامب في وجود حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم ادينوزين فوسفاتيز، صوديوم بوتاسيوم ادينوزين فوسفاتيز. يبقى اجينست كونسنتريشن جريدينت يعني ايه؟ يعني من التركيز الاوطى للتركيز الاعلى الايودايد بتخش عن طريق حاجه اسمها سيمبورتر بمساعده الصوديوم بوتاسيوم بامب في وجود انزيم اسمه صوديوم بوتاسيوم ادينوزين تراي فوسفاتين. دخل الايودايد جوه الخليه، عايز بقى يطلع دخل جوه الثيرويد سيلز يخش جوه الفولكلر سائل السبيس عشان الثيروجلوبلين اللي موجود، بس الايودايد ما ينفعش يشترك مع التيروزين، لازم يحصل له اوكسيديشن الى البوزيتيفلي تشارجد ايودايد. الاوكسيديشن ده هو بيتم في وجود البيوكسيديز ووجود النات بي اتش ووجود الهيدروجين بوكسايد. مهم قوي تاني الايودايد عشان يتحول الى البوزيتيفلي تشارج هايلي ليفل بوزيتيف تشارج ايودايد، ده بيحصل اوكسيديشن بالبيوكسيديز انزيم في وجود هيدروجين بوكسايد H2O2 والناد بي اتش، يتحول ايودايد الى بوزيتيف تشارج ايودايد. يبقى دي ايودين ابتيك اند اوكسيديشن اوف ايودايد انتو سوبر بوزيتيف تشارج ايودايد. دي اول ثاني خطوة اللي هي ده نفس الكلام اللي احنا قلناه. ثاني خطوة اللي هي او ثالث خطوة بقى، اول خطوة اللي هي ابتيك، ثاني خطوة اللي هي اوكسيديشن، ثالث خطوة اللي هي ايودينيشن اوف ذا تيروزين. ادي التيروزين اهو اللي موجود في الثيروجلوبين. هل الثيروجلوبين اللي موجود فيه تيروزين بس؟ لا، الثيروجلوبين فيه كل الامينو اسيد، بس من ضمن الامينو اسيد دي التيروزين ده. التيروزين هياخد البوزيتيف تشارج ايودايد مكان هنا اهوت، هنا اهوت في الثلاثة وخمسة، ثلاثة وخمسة مكان هنا ثلاثة وخمسة. يبقى اذا الثيروجلوبين ده هو بما يحتوي على تيروزين، التيروزين هيبتدي ياخد البوزيتيف تشارج ايودايد، يبقى واحدة هنا ثلاثة وخمسة ثلاثة وخمسة، أو ممكن يتاخد في ثلاثة بس. يبقى اذا الايدونيشن مش لازم 3 و5، ممكن يبقى 3 و5 وممكن يبقى 3 فقط. ايه 3 و5 دي؟ يعني لو انا ابتديت هنا 1 2 الكربون 1 2 3 4 5 6،
فدي كربون رقم 3 ودي كربون رقم 5. ايودينيشن، ايودين بيتضاف هنا واحده وهنا واحده او هنا لوحدها بس، يبقى لو اتضاف للاثنين بسميها 3 5، لو اتضاف لواحده بس يبقى بسميها 3 فقط. يبقى اضافه الايودين للتيروزين موجود في الثيروجلوبلين عشان يديني الخطوه الاولانيه. تاني خطوه اللي هي الكابلنج، اللي احنا هنشوفها الكابلنج. الكابلنج يعني ايه؟ يعني مولوكيول من اللي هو اللي فيه هنا هو تيروزين هيسيب الثيروجلوبلين ويجي يمسك في مولوكيول تاني، يا اما المولوكيول التاني ده فيه واحده ايودايد يا اما فيها اتنين ايودايد. لو مسك مع واحده ايودايد يبقى عندي مولوكيول بالمنظر ده اللي هي فيها واحد اتنين تلاته، هنا تلاته خمسه وهنا هيبقى فيها تلاته، يبقى ده اسمه تي 3. او يمسك اتنين مع اتنين يبقى تلاته خمسه تلاته خمسه، يبقى ده تي 4. يبقى كلمه تي 3 وتي 4، 3 و4 دي بناء على ايه؟ هل فيها تلاته ايودايد ولا اربعه ايودايد؟ لو فيها تلاته ايودايد هيبقى اسمه تي 3، لو فيها اربعه ايودايد هيبقى اسمها تي 4. والتي 3 ليها تكه كده هنتكلم عليها كمان شويه. الكلام ده بيتم فين؟ في الفولكولار سبيس. يبقى الكابلنج ده هو بيتم في اللي هي المونو ايودو تيروزين مع الداي ايودو تيروزين، ده هو اللي بيعمل لي تي 3. داي ايودو تيروزين مع داي ايودو تيروزين اللي هيعمل لي التي 4. الاثنين دول بيولوجيكال اكتف، انما في حاجه اسمها ريفرس تي 3 ده بيولوجيكال ان اكتف. ايه ريفرس تي 3؟ هقول لكم عليها دلوقتي. اهي تاني ادي التيروزين اهو في نمره 3 ونمره 5، ممكن ياخد ايودين في نمره 3 ونمره 5، ادي خد ايودين هنا واحده هنا واحده هنا في نمره 3 ونمره 5 وهنا في نمره 3. يبقى اذا ده تي 4 في 4 ايودين، واحدة 3 5 3 5. ده التي 3 في 3 ايودين، 3 5 و3، يبقى ده تي 3. أمال إيه الفرق بين ده في برضه 3 ايودين؟ ده الفرق بين ده وده إيه؟ إن ده في أول رنج هنا فيهم 2 ايودين 3 و5، وتاني رنج فيهم 3. هنا نفس الحكاية فيها 3 بس، أول رنج فيها 3 بس، وتاني رنج فيها 3 و5. لا ده اسمه ريفرس تي 3. يبقى الفرق بين التي 3 والريفرس تي 3 ان الفينول رينج بتاع التيروزين، الفينول رينج بتاع التيروزين المفروض ان هي اول واحده فيهم اثنين ايودايد او ايودين، واحده هنا اهو في الرينج الثانيه، ده الطبيعي تي 3. انما لو حصل العكس ده ريفرس، هسميه ريفرس تي 3. ده اكتف وده انكتف، ده مالوش شغلانه، ما يقدرش يشتغل اس هرمون، انما ده الشغلانه. يبقى لازم نعرف الفرق بين الـ T3 والريفرس T3. هنقول الكلام ده تاني، ادي التيروزين اتضاف له ايودين في نمره 3 هيبقى اسمه 3 مونو ايودو تيروزين، اتضاف له في نمره 5 ايودين كمان هيبقى اسمه 3 5 داي ايودو تيروزين. طيب هيحصل كابلنج بقى اتنين من واحده من دي واحدة من دي مع واحدة من دي تانية، يبقى التيروزين اهو ماسك في اتنين فينول فيهم اربعة ايودين، يبقى تلاتة خمسة تلاتة خمسة تلاتة برايم تلاتة فايف برايم، يبقى دي اسمها ايه؟ تلاتة فايف تلاتة برايم فايف برايم تترا ايودو تيروزين او ثيروكسين او تي 4. حلو اوي. طيب لو واحدة من دي مع واحدة من دي يبقى هيديني هنا اهو 3 5 3 برايم، 3 5 3 برايم ده تراي ايودو تيروزين وده اكتف تي 3. لو حصل بقى العكس ان هنا حصل 3 3 برايم 5 برايم تراي ايودو تيروزين، لا هو ده ريفرس تي 3 واللي هو الار تي 3 واللي هو ان اكتف هرمون. الاستورج اند ريليز بيحصل بعد ما يكون تي 3 تي 4 بيحصل له بيسيب الكولويد او الفوليكل سبيس ويخش تاني على الثيرويد جلاند بحاجه اسمها فاجوسايتوز او بينوسايتوزس، ويتحلل الجلوبلين
ويبقى تي 3 وتي 4 وممكن يوصل الى البلد. الكلام ده هنقول بقى في الرسمه الجميله دهيت. الرسمه الجميله دي بتجمع لي كل الخطوات الخمس، ودي لو انا ركزت فيها هفهم كويس قوي. يبقى اول خطوه اللي هي نمره واحد دي اللي هي الابتيك. يبقى الايودايد بالسبورتر في وجود اللي هي اجينست كونسنتريشن جريديان، في وجود الصوديوم بوتاسيوم بامب والانزيم صوديوم بوتاسيوم ادوزين ترايفوسفاتيز هيخش الايودايد او الايودايد اللي هو نيجاتيف تشارج هيوصل هنا هو عشان يخش في الفولكولار سبيس بيتحول الى بوزيتيف تشارج. ده اوكسيديشن. اوكسيديشن بيتم، دي يبقى الخطوه الثانيه اوكسيديشن بالبيوكسيديز انزيم في وجود الهيدروجين بوكسايد والنات بي اتش. البوزيتيف تشارج ايودايد ده هو هيبتدي يعمل ايدونيشن للتيروزين اللي هو موجود. قلنا الثيروجلوبلين فيها من 100 ل 120 تيروزين، تقريبا 20 واحده بس هي اللي بيحصل لها تاخد ايودين ايدونيشن. يبقى تالت خطوه اللي هي الايودينيشن، اضافه الايودين للتيروزين الموجود في الثيروجلوبلين عشان يتكون ايه؟ يتكون مونو ايود تيروزين لو هتاخد ايودين واحد، او داي ايود تيروزين لو التيروزين هياخد 2 ايودين. يبقى اذا الثيروجلوبلين يبقى موجود هنا اهوت، بعضهم بيحمل تيروزين فيه 2 ايودين داي ايود تيروزين، بعضهم بيحمل فيه واحده بس مونو ايود تيروزين. لو هيحصل كابلنج لو مونو ايودو مع داي ايودو هيديني تي 3، لو داي ايودو مع داي ايودو هيديني تي 4. يبقى كل ده بقى بنتكلم فيه الفولكولار سبيس. تاني بالفاجوسايتوزس والبينوسايتوزس. كلمه فاجوسايتوزس يعني ايتنج ياكل، بينوسايتوزس يعني يشرب. يعني دخول السوليد ده اسمه فاجوسايتوزس، دخول الفلويد ده اسمه بينوسايتوزس. يبقى اذا بالبينوفاجوسايتوزس اند بينوسايتوزس يخش الثيروجلوبلين ده هوت جوه الثيرويد سيل تاني بما يحمل بقى من التي 3 والتي 4 والحاجات. يحصل بقى باللايسوزوم الانزيم يتكسر الثيروجلوبلين عشان يديني في الاخر خطوه، يبقى دي الريليز بقى التي 3 والتي 4 اللي هو يتحوش في داخل الخليه، او يحصل له ريليز بالستيموليشن بقى بتاع التي اس اتش، يحصل له ريليز في البلد. يبقى دي القصة والخمسة ستيبس بتاع ال T3 و T4 تيست. هقولها بطريقة تانية. الرسمة برضو نفس الرسمة الجميلة ده، هي ادي البلاد وفي الايودايد. الايودايد نيجاتيف تشارج ما يقدرش يخش لوحده اجينست كونسنتريشن جريد، محتاج صوديوم بوتاسيوم بام في وجود السمبورتر. يخش الايودايد بعد كده عايزين نطلعه على الفولكولار سبيس. الايودايد بيطلع على الفولكولار سبيس ويتحول الى بوزيتيفلي تشارجد ايودايد بالاوكسيديز في وجود الهيدروجين بوكسايد والنات بي اتش. البوزيتيفلي هايد الحته ديت هي اللي فيها اللي هي الفولكولار سبيس. البوزيتيف تشارجد ايودايد هيتضاف على التيروزين اللي موجود في الثيروجلوبلين اللي هي مسميها الايدونيشن. ادي الثيروجلوبلين اهو وفي الايودين، ابتدي اضيف عليه الايودايد، يا واحده يا اتنين، يا واحده اتنين، دي فيها واحده يبقى ده مونو ايود تيروزين، دول فيهم اتنين يبقى دول داي ايود تيروزين. يحصل بعدها كابلنج ان يا اما اتنين مع اتنين يديني تترا ايود تيروزين، يا اما واحده مع اتنين تديني تراي ايود تيروزين. يبقى دي لحد دلوقتي ماسكين في الثيروجلوبلين. يبقى اذا تكون هنا التي 3 والتي 4 بس لسه ماسكين في ايه؟ في الثيروجلوبلين. خلاص بالفاجوسايتوزس والبينوسايتوزس هيخشوا تاني يرجعوا للثيرويد سيل، ويحصل لهم بلايسوزومال انزيم بروتيوليسز تكسر البروتين بقى او الامينو اسيد وتسيب بس التي 3 والتي 4 موجودين، لا اما يتحوشوا داخل الثيرويد جلاند ويستنوا ال تي اس اتش لو احنا محتاجين يعمل ريليز لل تي 3 وال تي 4. دي الرحله وقصه الثيرويد هرمون تنس. يبقى الثيرويد هرمون ميتابوليز، ادي التيروزين اللي موجود في الثيروجلوبلين
هيتضاف له الايودين عشان يديني مونو ايودو او داي ايودو. مونو ايودو او مع داي ايودو يديني تراي ايودو تي 3، داي ايودو مع داي ايودو يديني تي 4. الاثنين دول هيحصل لهم ريليس في البلد وهيمسكوا مع بروتين اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين، ثايروكسين بايندينج جلوبولين تي بي جي. ممكن يمسك مع بروتين ثاني هنشوفها دلوقتي، بس هو مينلي بيمسك مع الثايروكسين بايندينج جلوبولين. طيب احنا خلاص خلصنا رحلة السينثيسز، هنشيل نشوف بقى لما طلع تي 3 وتي 4 في البلد هيعمل ايه. رحلة التي 3 والتي 4 للبلد المفروض ان هو يروح للتارجت تيشو. طيب في البلد بقى بلازما، ده بلازما 99% و 95 99.95% من تي 3 وتي 4 are transported in association with two protein. يبقى ما بيمشوش لوحدهم، بيمشوا مع تو بروتين. ايه هما؟ ثايروكسين بايندنج جلوبولين اللي انا قلت لكم عليه من شويه، وحاجه اسمها ثايروكسين بايندنج بري ال. يبقى ايه هي الاسوشيتد بروتين؟ تي 3 وتي 4 ما تمشيش لوحدها، انما تمشي مصاحبه البروتين. ايه هما؟ تي بي جي ثايروكسين بايندنج جلوبولين وثايروكسين بايندنج بري ال. احيانا شويه صغيرين قوي بيمشوا مع البوم، بس دي كميه لا تذكر. طيب حلو قوي. ال 0.05% اللي هي نسبة القليلة قوي اللي فضلة ده، هي بتمشي من تي 3 تي 4 ما بتمسكش مع بروتين وتمشي فري. والنسبة القليلة قوي دي هي البيولوجيكال اكتف تي 3 وتي 4. يبقى اذا معظم تي 3 وتي 4 ماسكين مع التي بي جي والبري البومين، ودول بيولوجيكال ان اكتف. النسبة القليلة قوي اللي هي 0.05 اللي هي فضلة موجودة بسميها الفري تي 3 والتي 4، دول موجودين ودول ميتابوليكالي اكتف. بفكركم تاني ان الريفرس تي 3 بيولوجيكالي ان اكتف. ايضا في نقطة مهمة، صحيح تي 3 طالع من الثايرويد جلاند من الثايرويد سيلز، انما في البلاد بقى في الليفر يروح تي 3 وتي 4. التي 4 ممكن نشيل منه واحدة ايودين ويتحول الى تي 3. يبقى تلتين التي 3 اللي موجود في البلد ده مش جاي من ثايرويد جلاند، ده ما جاي من ان انا يروح التي 4 للليفر ويتشال منه واحدة ايودين يتحول الى تي 3. طيب انا قبل ما اسيب بس السلايد ده اقول، لو انا بعمل تحليل لشخص عشان اشوف التي 3 والتي 4، ممكن اقول والله كمية التي 3 والتي 4 عنده قد ايه، والاحسن ان انا اشوف كميه الفري تي 3 والتي 4. يعني تحاليل بتاع الثايرويد جلاند بشوف التي 3 والتي 4 والتي اس اتش، او اشوف الفري تي 3 والتي 4 والتي اس اتش. ليه الفري؟ لان هم البيولوجيكال اكتف، اطمن اذا كان نسبتهم وذين نورمال ولا لا. يبقى دي تي 3 والتي 4 بيمشوا مع كاري بروتين، كاري بروتين دول اللي هي ثايروكسين بايند جلوبولين او بري البومين، او كميه قليله قوي قوي لا تذكر مع القلب. اللي بنقول ثايرويد فانكشن تيست دي مجموعه من التحاليل متعلقه بالثايرويد فانكشن، اسمها ثايرويد فانكشن تيست. مينلي يا اما بعمل تي 3 تي 4 تي اس اتش، او بعمل فري تي 3 فري تي 4 اند تي اس اتش. ودي المجموعة اللي هي بتقول لي والله ان الثايرويد فانكشنز بتمشي كويسة وشغالة ولا لا. بضيف لهم طبعا ممكن حاجة اسمها تي 3 ار يو، تي 3 ار يو اللي هي بيسموها تي 3 ريزن ابتيك، ان انا بقيس كمان البروتينز اللي مصاحبة للثايرويد هرمون. يبقى التي 3 ريزن ابتيك ده بالاضافة للهرمونز نفسها، سواء اللي طلع من ثايرويد جلاند تي 3 وتي 4 او فري تي 3 وتي 4 او التي اس اتش، بضيف لها البروتين المصاحب ليهم اللي هي بتشيل الثايرويد هرمون. يبقى دي المجموعه اللي بتقول لي دايما هل الثايرويد جلاند شغاله كويس ولا مش شغاله كويس. في حاجه مهمه جدا برضو قبل ما انهي المحاضره دي، ان احيانا في اطفال بتتولد وعندهم نقص في الثايرويد هرمونز، والنقص ده هو بيؤدي الى كونديشن زي الصوره اللي احنا شايفينها دي اسمها كريتينيزم. كريتينيزم
الكرياتينيزم ده مشكلته ان هو بيعمل منتال ريتارديشن. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا مش هستنى لما الطفل يحصل له منتال ريتارديشن واكتشف ان هو عنده هايبوثايرويديزم. الحل الوحيد ان انا كل طفل يتولد، وده المفروض موجود دلوقتي في برنامج وزاره الصحه، ان كل طفل يتولد لازم اعمل له سكرين لل تي 3 تي 4 تي اس اتش او تي 3 وتي اس اتش عشان اطمن عليه هل هو عنده نورمال ثايرويد فانكشنز ولا لا. لا نورمال ثايرويد فانكشنز ولا لا، وبالتالي اللي عنده نقص ممكن اعوضه بالكلام ده، وبالتالي احمي اطفال كتير من المرض ده وخصوصا حته التخلف العقل. يبقى اذا ميجرمنت اوف تي 3 تي 4 اند تي اس اتش must be done for every newly born infant in the first few days after birth. ما استناش لما يحصل، لا ده انا بعمل سكرين لكل الاطفال، كل الاطفال اللي بيتولدوا اعمل لهم اشوف لهم تي 3 وتي 4 وتي اس اتش بتاعهم، واللي عنده نقص يبقى ابتدي اعالجه عشان ما يحصلوش الكرياتينيزم. ده السمري بتاعت المحاضره، ودي بعض الاسئله. اتمنى ان نكون فهمنا المحاضرة دي، واللي هي بتتلخص قلت لكم في كلمتين اللي هي ال تي 3 وتي 4 عبارة عن ايودين مع التايوزين. اشكركم والسلام عليكم.